عمر دخلتي جبتي بيلانتي ديريكت. والحمد لله كما كتشوف هذا البيلانتي جاب المعاونه ديال الاصدقاء، والحمد لله انا فرحان بزاف لاني حصلت على ضربه جزاء منحت الفريق انت انا بزاف ديال الحوايج. الحمد لله زدنا في النتيجه هدفين، حافظنا على النتيجه حتى لاخر اللقاء. وكما كتشوف كان الضغط من فريق الخصم، وحشومه هذا كما كتشوف هذا الجمهور يمشي ما يمشيش فرحان. الحمد لله حنا كنزيدوا الضغط على الفرق اللي في المراتب الاولى، وحنا كنجروا ماتش بماتش الحمد لله. وكنتمنى ان شاء الله نحافظوا على الايقاع ديال النتائج الايجابيه في ميدان الدار البيضاء. كنتمنى ان شاء الله تحضر معنا الجماهير المراكشيه بقوه اللي تسالنا تما، ونجيبوا ان شاء الله واحد النتيجه ايجابيه لطرد المكونات ديال الفريق ان شاء الله.